بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة اسهل وصفة لتفتيح وترطيب وتنعيم الركب والاكواع. طبعا احنا في فصل الصيف وعايزين نفتح المناطق دي كلها، فيلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون معاه. اول مكون يا بنات هيكون الحنة البيضة، وهتروحي للعطار تجيبوا منه حنة بيضة. الحنة البيضة دي حلوة جدا جدا في تفتيح الجسم كله عامة، سواء البشرة او الاماكن الحساسة. تاني مكون معايا بنات هيكون ملك التفتيح، وهو الشوفان. بنستخدمه بيبيض وبيفتح وكمان بيقشر، حلو جدا يا بنات. طيب المكون اللي بعد كده هيكون معلقة من العسل علشان نرطب وننعم المنطقة. طيب كده معلقة من عسل النحل الطبيعي، هضيف عليهم معلقة من مية الورد، ولو احتاجنا تاني مية ورد هنضيف. اهم حاجة القوام بتاعي يكون قوام كريمي. هقلب بقى كده المكونات مع بعض. خلاص يا بنات كده الوصفة بتاعتي بقت جاهزة، وده القوام بتاعها، مضفتش مية ورد ولا حاجة. المعلقة هي وصلت لي الوصفة للقوام الحلو ده. هنعمل ايه؟ هنغسل المنطقة اللي احنا عايزين نفتحها، سواء الركب او الاكواع، وعلى فكرة كمان ممكن نستخدمها للبشرة والرقبة. هتاخديها بقى تغسليها كويس جدا وتنشفيها، وهتاخدي من الوصفة وتحطيها وتسيبيها لمدة نص ساعة، هتنشف معاكي. بعد كده هتفركي بقى بحركات دائرية، هتقشر معاكي المنطقة، وبعد كده على طول تشطفيها بمية فاترة وبعدين مية باردة، وعلى طول ترطبي بشرتك بأي مرطب انت بتستخدميه. طبعا لو بتستخدمي الركب والأكواع ممكن نستخدم البيبانسينول، او ممكن تستخدمي جلايسيد، الحاجات دي كلها حلوة جدا، او ممكن كمان نحط اللي هو الفازلين. الوصفة دي بتستخدميها 3 مرات في الاسبوع، هتجيب معاكي نتائج حلوة جدا، استمر عليها. اهم حاجة الاستمرار يا بنات في الوصفات الطبيعية. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة، والسلام عليكم.